الذي جاء مسار 17 ديسمبر 2010 من أجل إسقاطه. هذا النظام اليوم يتوافق على خدمة مصالح أقلية على حساب أغلبية الشعب. هذا النظام يتوافق اليوم على خدمة مصالح أقلية متنفذة. هذا النظام اليوم يتوافق على سحق ما تبقى من الشعب. لذلك اليوم نعبر عن رفضنا. نظامك يا هسوس، نظامك يا هسوس، هذه ماليش دولة، هذه بقت محروس. والفساد اليوم في كل مفاصل المجتمع. اليوم في عوض الحكومة تعمل مصالحة مع المواطنين، وتعمل مصالحة مع الجهات المهمشة، وتعمل مصالحة مع الجهات المفقرة، وتعمل مصالحة من أجل إعادة حقوق الناس لكلتها الدولة، لا تمشي لمنظومة الفساد وتحاول تنعشها من جديد. محاسبة محاسبة لا صلح ولا مصالحة، محاسبة محاسبة لا صلح ولا مصالحة. باش قايد السبتي بالقانون هذا حب يكرمهم، حب يرد لهم الجميل، عمل لهم القانون هذا على المقاس، انه سامحوه، اذا سرقت فلوس سامحوه، اذا بنيت الديار على حساب الدولة سامحوه، اذا نهبت سامحوه. القانون هذا ولا خاص كان بالموظفين واشباههم، اشكونهم اشباه الموظفين عاد؟ هاك الولاد والعمد ولجان التنسيق، هاك الحرفيش عاد اللي يحولون حياتنا الى علقم والى مر، هذوكم يحب يسامحهم. هاك اللي كانوا يكتبوا في التقارير وكانوا يخلصوا على المهمات اللي خدموا فيها النظام بما فيها المنظومه هذه، منظومه التوافق، منظومه التوافق بين النهضه والنداء، المنظومة الشيطانية هذه اللي تحب ترجع تونس للوراء. الحملة تمكنت أنه تطيح بالجزء الأول من القانون وستطيح بالجزء الثاني المتعلق بالموظفين، لأنه هذا هو المغزى الأساسي. الشعب حر والقانون لن يمر، شعب تونس شعب حر والفساد لن يمر. المصالحة بعنوانه الكبير تعدى في 2012، تعدى مع سقوط قانون تحصين الثورة، ولكن ما زالت هذه تتسمى، ما زال ما خذيناش الضربة القاضية، ما زالنا نتحمله، تهدهنا في 2012 ولكن ما زال واقفين. ولكن إذا كان باش نزيدوا نركضوا باش نزيدوا نسكتوا ما نزيدوا ما نتحركوش، راه باش ناخذوا الضربة القاضية. وهنا وهنا لعنة الله علينا. دور جاك الدور يا شاهد يا شاهد الزور، جاك الدور جاك الدور يا شاهد يا شاهد الزور. نفس الإطار وصلنا 2014 وصلنا للبزنس بتاع رجال أعمال حطت فلوسها، وهذا يأكد إصرار السبسي وأتباعه لحد اللحظة هذه على تمرير هذا القانون، لأن الناس دفعت له في وقت الحملة الانتخابية، لأن الناس سبقت له، لانه تو يلزم وعدهم سينو ما عادش يلقاهم في 2019 ومن بعد ولا في البلديات، لانه هذا كان احدى وعوده الانتخابيه للمال الفاسد المستعمل في حملاته الانتخابيه، هو ان يمرر قانون المصالحه. احنا رانا ماناش باش نحطوهم كيما نقولوا، قلنا القانون ما لازمش يمر خاطر القانون لا دستوري، القانون ما لازمش يمر خاطر القانون يضرب في عمق الاقتصاد الوطني، لان مبدا المحاسبه ومبدا القضاء، مبدا يعني العداله، هذه مبدا اللي تبنى عليها الدوله، هي بمنطق اخر. الافلات من العقاب ما نجم يشجع كان سراق اخرين باش يسرقوا وباش ينتشر حجم الفساد، وهذا حقنا والشيء اللي نقولوه راهو ماهوش بمنطق ايديولوجي او سياسي او صراع سياسي، لا، بمنطق وطني وبمنطق بناء الدوله الوطنيه اللي نحلموا بها الحره والديمقراطيه واللي ما فيهاش فساد. نظامك يا هسوس هذه ماهيش دوله.